اللي هن اليوم رح يتكرموا. لفوشة فقط لغير، أخذت كل معظم الأشياء المهمة. ما تستهنوا أنا شو ممكن أعمل. سام أهلا وسهلا فيك بفوشة، خبرنا بداية عن تواجدك ضمن الحفل الخاص بإطلاق الميوركس دور. أنا كتير مبسوط أنه موجود مع ميوركس دور، ألف مبروك وإن شاء الله هالسنة بتمرق على خير. بكفي قديش مهم أنه ميوركس دور بعدهم رغم كل شيء عم بيصير عم يستمروا. اليوم نحن وجين لعملة وحدة، نحن حاملين عملة اللبنانية، الاسم اللبناني ومنطلقين فيه. هن وج ونحن كإضافة وج، نحن اثنيننا منشبه بعضنا، هن بالأمور الفنية نحن بأصحاب الهمم. هيدا الشيء كتير مهم، هيدا الروح التضامن بين إضافة وبين ميوركس، ويكونوا معنا ونكون معهم. هيدا الشيء كتير مهم لنكون نحن هالقد أصحاب ونكون هالقد من قلبنا مندعم بعضنا. بما أنه بعد فترة كتير قصيرة رح يكون في موسم جديد من إضافة، خبرنا أمتين التاريخ والأمور المميزة اللي حرصت تتواجد بهذا الحفل. لفوشة فقط لغير الإكسكلوزيف أنه 23 أكتوبر هو إضافة بلبنان. الأمور اللي هيك حرصت تكون مميزة وتخليها تكون فرقة عن سنة الماضي. اليوم عاملين هيدا السنة فئة جديدة بكاملة، يا ريت إذا بتسمحوا لي أتركها سوربرايز، لأنه فئة كتير كبيرة، فئة ممكن نضوي عليها ويكون لها مستقبل كتير كبير، مستقبل حلو لأطفال. رح يكون في انتخاب ملكة جمال الأطفال والهمم. رح أقول لك هالسنة فتحنا فئة الأطفال من إضافة، يعني عم نكون عم نكرم أطفال على إبداعات. نحن ما منكرم حدا إلا إذا مبدع، إلا إذا عامل achievements. أكيد رح يكون هيدا السنة رح يكون فتحنا فرع فئة جديدة هي فئة الأطفال. مين رح يقدم هيدا الحفل مع أنه خبرتنا اليوم إكسكلوزيف التاريخ؟ نحن دايما معودين على شخصيتين ونحن مستمرين دايما معهم، إلا إذا الديت بهالوقت ما كان ورامي درباس أكيد وكارلوس عزار. إذا ما كان الظروف شائت انه يكونوا اثنينهم بهالوقت لظروفهم للتصوير او شيء، ممكن عند قبل الايفنت نعدل شوي صغيره. هل دعوت حدا من النجوم حتى يحيوا هيدا الحفل؟ شوفي نحن اكثر اللوحات اكثر بتتعاطى بشغلنا، يعني اكثر بيكون ممكن يكون في الانكلوجن، ولكن لا مش نجوم خاصة تجي تحيي الحفل كالحفلة من أولها لآخرها، بس حيكون في كتير نجوم أكيد. دايماً بنعرف أنه بس بلشت بإضافة في عنوان كبير وتحته بتجي عناوين فرعية، اليوم العنوان العنوان طبيعياً ما رح تترك شيء. Don't this my ability، أخذت كل معظم الأشياء المهمة. عنوان العريض تبع هالموسم. Don't this my ability، يعني ما تستهنوا أنا شو ممكن أعمل. Don't it's disabled but don't dis my ability.